أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا بكم في قناتكم قناة مصر الزراعية وبرنامجكم برنامج سنابل الخير. نحن اليوم في قلعة من القلاع الكبرى، في قلعة من قلاع المعرفة، وعندما نكون في تلك القلعة لابد أن نصمت. ولماذا نصمت؟ لأننا في حضرة العالم الكبير الدكتور محمد الشافعي، رائد صناعة الدواجن ليس في مصر فقط وإنما في باقي الدول العربية. وعندما يتكلم الدكتور محمد الشافعي لابد أن نصمت ونتعلم، لأنه عالم جليل نهض بصناعة الدواجن وغاب أنحاء العالم ومصر، فصارت الدواجن صناعة وحرفة، حتى مصر استطاعت أن تحقق في عهد من العهود 100% من الدواجن بفضل أفكار هذا العالم الذي طور وجود وعمل لصالح مصر، لصالح هذا الوطن. إنه الدكتور محمد الشافعي، الرجل العالم الكبير. نرحب بك يا دكتور محمد. أهلا بحضرتك، شكرا. ازيك يا فندم؟ شكرا على المقدمة يعني كبيرة أوي. لا يا فندم، الله يخليك. احنا عندما انا ما بجاملش حضرتك، يعني انا حضرتك يعني عندما نتكلم عن الدواجن وصناعة الدواجن لابد ان يرتبط اسم الدكتور محمد الشافعي بصناعة الدواجن. الله يخليك. الرجل الذي ادخل الكثير والكثير بالعلم والمعرفة، وما عايزينش نتكلم الكلام البلدي، مش بالحداء، لا، بعلم وتربية. عايزين حضرتك، الدواجن مرت بمراحل، يعني حضرتك انا عايزينك انت تسترسل الاول قبل ما ندخل في مراحل، ايه مراحل الدواجن من ساعة ما دخلت فيها لغاية ما حصل كيرف فيها ورجعت تاني؟ الدواجن يعني صناعة قديمة وكانت قاصرة زمان على القطاع الريفي. زي ما حضرتك عارف عندنا حوالي 4500 قرية أو أكتر شوية، ما فيش حد في الريف ما بيربيش فراخ، لكن كانت كلها أعداد قليلة وغير كافية لتوفير البروتين الحيواني للشعب ككل. فاتجهت الحكومة إلى جعلها صناعة بتدار يعني بأسلوب علمي، فأنشأت المؤسسة العامة للدواجن سنة 1964، وأصبحت المؤسسة العامة للدواجن هي المسؤولة الأولى عن توفير هذا المصدر من البروتين في مصر. وبالتالي قامت المؤسسة باستيراد سلالات إنتاج اللحم وسلالات إنتاج البيض، واستطاعت انها، وهذه حقيقة يجب ان احنا لا نتغاضى عنها، انها توفر كميات كبيرة جدا، مش هقول الكل، من اللحوم البيضاء ومن بيض المائدة. والأهم انها كونت كوادر فنية على مستوى راقي وعالي جدا. هذه الكوادر الفنية غزت الأسواق العربية والخليجية والإفريقية، واستطاعت هذه الكوادر إنها تقيم صناعة عظيمة في هذه الدول. فمصر من قديم الأزل لها أيادي بيضاء على معظم الدول اللي هي المحيطة بنا. لو دخلنا في الدواجن هنلاقيها، لو دخلنا في اللارج أنيمالز أو الحيوانات الكبيرة هنلاقي لهم برضو هذا التأثير. الصناعة مرت بمراحل، وبعدين لما النظام الاقتصادي اتغير من النظام الاشتراكي إلى نظام الرأسمالي، بدأ القطاع الخاص يدخل في هذه الصناعة. والحكومة بدأت تخرج منها إلى حد كبير، وتدي للقطاع الخاص هذه الصناعة باعتباره قطاع استثماري هيقدر يجيب تكنولوجيا عالية، ويقدر يوظف أعداد، ويقدر ينفق أعداد كبيرة، خاصة وأن الدولة انشغلت
في مسائل استراتيجية أكثر أهمية من النواحي السياسية والاقتصادية وثابت الاستثمارات في مجالات الأمن الغذائي وكده للقطاع عدة الخاص. يعني. نعم للقطاع الخاص. قام القطاع الخاص وعرف البلد إيه اللي ناقصها، ومنذ سنة 1999 لحد 2006 احنا لم نستورد دجاجة واحدة. من سنة كام يا فندم؟ من سنة 1999 إلى عام 2006. 2006 اللي هي الوقت اللي ظهرت فيه أنفلونزا الطيور. في هذه الفترة كانت الصناعة تقريبا بدأت تكتمل حلقاتها. يعني باجي في إنتاج دجاج اللحم بعمل حلقة الجراند بيرنت أو الجدود، ثم الأمهات، ثم معامل التفريخ ومزارع التسمين، ثم المجازر والمعامل البيطرية، معامل التشخيص البيطرية وهكذا. في البياض أمهات البياض بقت صناعة متكاملة، بقت أصبحت صناعة متكاملة تقريبا فيما عدا حلقة واحدة إلى يومنا هذا لازلنا بنستوردها من الخارج، وهي جدات إنتاج اللحم اللي هي الجدود اللي بنسميها الجدود في النسبة لإنتاج اللحم، أو أمهات البياض بالنسبة لإنتاج بيض المائدة. طب وليه حضرتك ما هذه الحلقة يعني فيها نوع شوية من النهو، ولكن ليس غريب إن إحنا علينا أو إحنا ما نقدرش نعملها، لا بالعكس، كانت هناك محاولات في السبعينات من خلال المنظمة العربية للتنمية الزراعية لإقامة مشروعات للجدود في السودان، وتوقفت لظروف معينة، واستطاعت العراق في فترة من الفترات قبل الحرب الأخيرة إنها تنتج سلالة من الجدود سموها فابرو نسبة إلى منطقة الفاو هناك عندهم، ولكن طبعا كل ده يعني راح. إذن إحنا أصبحت الصناعة النهاردة صناعة متكاملة، كل حلقاتها الإنتاجية زي ما قلت لحضرتك بما فيها مصانع الأعلاف، والنهاردة بنتجه كمان إلى شركات الأدوية ومصانع إنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية وكده. صناعة متكاملة وكبيرة جدا، استثماراتها النهاردة بنتكلم فوق أو دخل على 70 مليار جنيه. 70 مليار؟ آه طبعا 70 مليار، وهتزيد على فكرة المرحلة الجاية. بيشتغل فيها في حدود 2.5-3 مليون عامل، سواء بطريقة يعني في المزارع أو غير مباشر أو غير مباشر. فإحنا لو حسبنا إن قلنا إن الناس دي كل واحد في رقبته 2-3 بيعيشوا في البيت، فمعنى كده إن أنا عندي 8 مليون 10 مليون فرد شغلش من المحروسة بيتعيش من هذه الصناعة. يعني نسبة 8% إلى 10% من تعداد سكان مصر بيتعيش من هذه الصناعة. إذن هي صناعة مهمة، وأهميتها لها أسباب كثيرة جدا. أولا هي مصدر للبروتين الحيواني عالي القيمة الغذائية، ونسبة الدهون فيها في لحومها قليلة مقارنة باللحوم الحمراء أكيد. الواحدة الثانية أنها أقل في تكلفة إنتاجها مقارنة باللحوم الحمراء أو الأسماك. الواحدة الأهم أو لسه كمان في نقطتين مهمين، إن هي كثير التشغيل الأيدي العاملة، يعني بتقدر تمتص أيدي عاملة كثيرة جدا، طبيعة النشاط بتحتاج إلى هذه الأيدي العاملة. الواحدة الأهم والأخطر إن استهلاكها من المية أقل جدا مقارنة باللحوم الحمراء. يعني أنا بقول النهاردة كيلو الدواجن بيحتاج في إنتاجه لحوالي 2.5 أو 2.6 لتر مية، لو رحنا للحوم الحمراء بيحتاج 16. وانت بالضبط، وانت حضرتك المنطقة يعني يجب ان احنا بنحافظ على المياه وفي ترشيد ليها يجب ان احنا كلنا نحترمه، لان الواحد مش ضامن اللي جاي ايه. فاحنا تعظيم النقطة بالضبط، اذا احنا لابد ان احنا نتجه للدواجن لتوفير الغذاء الرخيص البروتين الحيواني السليم،
اللي ما بتستهلكش ميه كتير، اللي بتستهلك وبتشغل ايدي عامله كتير، اللي دورتها سريعه. يعني انا ممكن في خلال 3 سنين الجده الواحده، الجده الواحده لو احنا حسبنا النسل بتاعها وبتدي ايه، تديني 12 طن لحمه في خلال 3 سنين. 12 طن لحم، 12 طن لحم. بسم الله ما شاء الله. من جده واحده. لو احنا رحنا للابقار او الجاموس هتديني في حدود النص طن في خلال نفس الفتره بالحساب. فهي دورتها سريعه ومنتجه بالظبط. فده الاهتمام بالصناعه. لو احنا قلنا طيب هناك عبء على المستثمر او المربي، خلينا نقول المربي، لان المربي ظهر في مصر قبل المستثمر اكيد، وهو الاكثر اهميه اللي احنا يجب ان احنا نراعيه. حتى المربي الصغير ده هو ده اصل الصناعه، اصل صناعه الدواجن بالظبط كده. يعني زي النهارده برضو الحيوانات الكبيره، ببص الاقي النهارده 70% من الانتاج عند صغار المربين، نفس الحكايه بالنسبه للدواجن. فيجب ده ما ننساهوش، واخد بالك؟ النهارده الصناعه في الوقت ده اتأذت شويه لما ظهرت انفلونزا الطيور في عام 2006. طب ممكن اقطع حضرتك في حاجه بسيطه؟ فضل. يعني بيقول لك الاذى ده بتاع انفلونزا الطيور ما كانش اذى، بيقول لك ده مفتعل، يعني كنا ممكن يعني نعديه. لا، هو طبعا الكلام انه مفتعل ده، لا ده لانها ظهرت في العالم مش عندنا احنا بس. طبعا يعني احنا هنفتعلها عندنا؟ مش مفتعل عند، يعني العالم ما اتخذش اجراءات، يعني اجراءات لا، يعني احنا العالم كله اتخذ اجراءات وفقا، كل دوله وفقا لظروفها، وبالتالي معظم دول العالم خرجت منها بالظبط فيما عدا احنا واندونيسيا. وانا اعتقد ان احنا في طريقنا للخروج ان شاء الله، خاصه انها انحصرت لكن لا زالت موجوده. بالظبط، مستوطن المستوطن الموضة لا زالت موجوده، لكن امكن السيطره عليها الى حد كبير جدا، خلينا نقول كده. فاحنا من 1999 ل 2006 ما استوردناش لا بيضه ولا فرخه للاكل. بسم الله ما شاء الله. بعد كده وكنا بنصدر، يعني احنا في 2002 3 4 5 6 كنا بنصدر للدول الافريقيه والدول الخليج، ويمكن حوالي من 10 الى 15% من انتاجنا. بسم الله ما شاء الله. اذا احنا كان عندنا اكتفاء ذاتي وفائض كنا بنصدره لهذه الدول، وده وفي فتره وجيزه، واخد بالك؟ طبعا لما جت الانفلونزا وتوقف التصدير بالقانون والقانون الدولي عند منظمه الاي، فاحنا توقفنا عن التصدير وبنحاول تاني دلوقتي عن طريق بعض المناطق اللي هي الخاليه او التي لم تتعرض للاصابه بانفلونزا الطيور. لكن عشان انا اصدر بمستوى كبير واقول ان انا بصدر وبجيب ارقام كويسه، لابد ان الاي او المنظمه العالمية للثروة الحيوانية أو للتربية الحيوانية تشيلني من على القائمة بتاعة الممنوع للتصدير منها كمصر. يعني دي حاجة، وأنا أعتقد أن احنا إن شاء الله في طريقنا لهذا قريب جدا، خاصة وأن الإصابات تقريبا ما عادش فيه. محاصة تماما يعني الحمد تمام. الصنعة النهاردة كويسة، بنتعرض طبعا صيف وشتاء لمجموعة من الأمراض، بيقع عبء كبير جدا على المربي، عليه يعني عبء في هذا الموضوع بيتحمله، وعلى الجهات المسؤولة في بعض الجهات الحكومية عبء آخر. يعني أنا النهاردة بقول إن يا مربي يا لازم تاخد بالك، يبقى عندك احتياطات امن وامان حيوي كافيه. زي ايه مثلا؟ زي ايه؟ احنا برنامج ارشادي هو بالظبط. زي بقول ايه؟ بقول انك انت تتاكد ان مفيش دخول وخروج للمزارع بتاعتك كتير،
اللي بيدخل لازم يكون لازم يغير ملابسه ويلبس ملابس يعني نظيفه ومغسوله كويس ومطهره كويس. لازم تتاكد ان هو لازم ياخد شاور قبل ما يدخل، عشان اذا كان جاي من اي منطقه يبقى كده. هدومه دي كلها بتتغير. ده الحاجات البسيطه. حاجات الاكبر انك انت تبعد عن الكتله السكانيه بالمزارع بتاعتك، ودي هتكلم فيها بعدين. لازم يبقى المسافه بين المزارع والمزارع مسافه كافيه لمنع نقل العدوى عن طريق الهواء، عن طريق المزارع نفسها تنتقل. يبقى لازم عدوى ذاتيه يعني، بالظبط كده، لازم يكون بين المزرعه والاخرى مسافه كبيره. لازم احاول ان مفيش امراض تدخل لي بشتى الطرق، علما بان انتقال الامراض في معظمه ميكانيكي. يعني انتقال الامراض لمزارع الدواجن في معظمه ميكانيكي. ميكانيكي يعني عن طريق العربيه بتخش مش مغسوله مش مطهره، افراد، نظاره، ملابس، شوز، ده معظمها كده. الهواء بينقل امراض بس مش بنفس النسبه اللي بتنتقل بيها ميكانيكيا. اذا انا في ايدي كمربي او كده ان انا لازم اخد بالي من هذه الجزئيه، انها جزئيه بسيطه دي. مظبوط. طيب انا حاولت امنع دخول المرض وعملت كل البدع، لكن سبحان الله لاي ظرف، لاي خطا غير مقصود وغير مرئي دخل المرض عندي، يبقى واجب عليا فورا ان انا احوطه وامنع خروجه. يعني ايه امنع خروجه؟ حتى لا ينتشر، احبسه. ده مبدا، ده حضرتك يعني هقطع سيادتك، ده مبدا اسلامي. أن لو مرض مثلا في الانسان ظهر زي الطاعون، نعم، لا حد يطلع ولا حد يخرج. وهو ده المفروض في هذه الصناعه او في صناعه البيولوجي عموما. يعني دخل عندي الفيروس او المرض، بعد محاولات لمنعه احبسه عندي وامنع خروجه حتى لا ينتشر. هو ده يعني يبقى مفتاح النجاح في هذه الصناعه. لو احنا بقى تطرقنا للصناعة لها مسائل كثيرة جدا، لها أخرى، لها مشاكلها ولها مميزاتها ولها طموحاتها، وعايزين من الدولة حاجات، واحنا علينا ان احنا لازم نقدم للدولة حاجات برضه. ففي يعني عامل مشترك بينك وبين الدولة، في توازن في هذا الموضوع. النهارده الناس يعني حضرتك هتسمح لي اتفضل ان انا هتطرق لبعض المواضيع اللي هي بتثار في هذه الايام. اتفضل. من فتره قالوا ان احنا هنوقف عمليه الذبح. ايوه بالظبط، انا كنت هسال حضرتك قبل انت ما ايه قبل ما ايه يعني نوقف عملية بيع الدواجن في المحلات الصغيرة، وبالتالي تداول الفراخ حية أو شراء الفراخ الحية من المحلات. ولابد أن احنا نتجه إلى التجميد، إلى أكل الفراخ المجمدة أو المبردة اللي بتطلع من مجازرنا. عايز أقول لحضرتك أن ما فيش دولة في العالم ما بتعملش كده النهاردة. كل العالم يعني كل العالم النهارده بيتجه الى ان الدواجن تذبح في مجازر وتجمد وتباع مجمده هي ومجزئاتها، او مبرده هي ومجزئاتها، او مصنعه. بالظبط. في هذه الحاله وعندنا بتخضع لاشراف بيطري شديد جدا ورقابه صارمه من عده جهات، من وزاره الصحه، من وزاره الزراعه، من الهيئه العامه للخدمات البيطريه، ومن المحليات، ومن هيئه سلامه الغذاء. اذا تحت رقابه شديده، بحيث ان انا قبل ما بيطلع الفرخه المذبوحه مجمده او مبرده للمستهلك يبقى ضامن ان هي سليمه تماما، ويعني صالحه للاستهلاك الادمي الى حد كبير او بنسبه 100%. تمام. طيب ايه المشكله؟ هل نقدر نعمل الكلام ده؟ نقدر نعمل الكلام ده، بس بشرط. اتفضل يا فندم. بشرط. انا نزلنا ان حد النهارده حوالي 60% او اكتر من المواطن المصري او المستهلك المصري بيفضل الذبح
الدجاجة قدام عينه في الدكان وينقيها ينقيها ويذبحها قدامه ويشوفها شكلها ايه وتفرفر قدامه قبل ما يشتريها مجمدة او مبردة. دي واحدة. الواحدة الثانية اللي بيشتغلوا في هذه المهنة التجار اللي بتنقل الدجاج الحي من المجازر من المزارع الى المجازر او الى المحلات، ده اسطول وارقام من البشر والعربيات كبيره جدا. الناس اللي عندها الدكاكين اللي بتذبح فيها الفرارجيه دولي اعداد كبيره، كل دكان فيه 3-4 واخد بالك. اذا ابتدي بحاجه ان احنا نعمل الكلام ده، نعمله، بس ادي فرصه للفرارجية. زي الدوله الدول الاخرى ما عملت، بعض الدول اللي حوالينا عملت ايه؟ قالت يا جماعه احنا بعد 3 سنين اعتبر المده بقى، انت حدد المده حسب امكانياتك. بعد 3 سنين مفيش فرخه هتتباع صحيه. خلاص؟ طيب انا اقدر اقول كده؟ طبعا ما انا اديتك مده بقى. بالظبط. اديتك وقت. المده دي هعمل فيها ايه؟ اديتك وقت. انا مش هقول المده واسكت. لا، ده في واجب، في هوم ورك على كل واحد هيعمله. اعمل بقى. انا هاجي كاتحاد او كوزاره زراعه اعمل دعايه واقنع الناس اللي هو المستهلك الرئيسي اللي هيستهلك الفرخه المجمده او المبرده اللي هياخدها مني، لابد يبقى مقتنع تماما بان الفرخه دي احسن من ان هو يشتريها صحيه. اذا دي عايزه نوع من الدعايه طويله جدا عشان يقتنع بهذا المشروع. واحد. اثنين، يبقى انا لازم اقنع الناس الاول. نمره اثنين، التجار اللي بينقلوا بالعربيات الكبيره دي هينقل عربي، هيحول عربياته الى عربيات تبريد او تجميد عشان ينقل الدجاج المذبوح. هقطع حضرتك حاجه بسيطه. اتفضل. برضه ما زالت الثقافه عندنا، الثقافه البشريه. نعم. ثقافتنا احنا حتى. نعم. انا اللي بكلم قدام حضرتك. نعم. ما وصلتش للمعرفه الكبرى ازاي نوصل الثقافه دي للناس في فتره معينه. نعرف الاجابه من الدكتور ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. وبنذكر الدكتور أن مهما كان يعني الكلام كويس جدا. نعم. بس احنا الثقافه يعني، وانا واحد من ضمن ده زي ما اقول لحضرتك. نعم. يعني الثقافه بتاعتنا ما زالت بقول الفرفر وبتاع، وبعد كده انت تطلع دعايه بقى، انت تعرف دعايات المغرضه. لا ده جايب لكم حيوانات بتاع فطسان، وانت عارف الحاجات. أيوه. المغرضه. أيوه. اللي بتموت الصناعه. نعم. اتفضل يا فندم. لا هو ما انا عشان كده قلت لحضرتك ايه في الاول. انا عايز ابيع للناس. يبقى لازم اللي هيشتري مني ده يكون مقتنع تماما. اعمل فرشه كويسه، لازم يبقى فيه دعايه، اسوق فكر، اسوق فكر جيد. لازم بالظبط، لازم اغير من ثقافه او المفهوم اللي عند المواطن ان الفرخه اللي بيشتريها صاحي دي احسن من المجمده. ده لازم بالدرجه الاولى. لان اللي زي ما قلت لحضرتك، لازال الفاو كان عامل احصائيه في هذا الموضوع وعامل سيرفي، وجد انه اكثر من 60% لا زالت من ثقافه الشعب بتاعنا بيميل للفرخه المذبوحه قدام عينه. اذا بالدرجه الاولى لازم اعمل هذه الدعايه واستمر فيها باستمرار، زي ما الجماعه بتوع اللبن. اللبن كانت الناس ما تعرفش اللبن اللي في التترا باك او في في الورق وفي الكرتون وفي الكلام ده، النهارده ما حدش بيشتري من الثاني. لازم اروح الزريبه. بالظبط. كده خلاص، يعني بدات نسبه كبيره جدا من الناس خلاص ما حدش بيروح تتجه لكده. اذا لابد علينا الاول اقنع الناس دي. نمره اثنين، التجار اللي بتنقل بالعربيات دي ده اسطول، اساطيل كبيره طبعا. جدا طبعا. لازم اوفر لهم نوع من القروض الميسره، سوفت لونز، من اي من البنوك، من الضمان، وزاره التضامن، من من القروض الاوروبيه، من قروض البنك الزراعي، من جهات كثيره، انه يحول عربياته دي الى ثلاجات، بحيث انه لما ينقل المجمد او المبرد يبقى ثلاجه بقى، العربيه ثلاجه. بالظبط.
عايزه فلوس، يبقى لازم اساعده واعمل له هذا الكلام. الواحده الثالثه المحلات الفرارجيه دي حامل فيها ايه؟ كميات كبيره جدا واعداد كبيره والشغالين اللي فيها بالظبط والاعداد اللي موجوده فيها. النهارده لما لازم احول له المحل ده الى محل في بالشاني يبقى فيه ثلاجات، لانه هيبقى شغال فقط على المجمد والمبرد، وده في الحاله دي هيبقى عنده زياده عماليه ملهاش لازمه عنده. هيروحوا فين؟ لازم امتصهم في المجازر اللي احنا بنشغلها، لان في دايما المجازر بتاعه الدواجن او المجازر عموما فيها عجز في العماله، عايز اعمل اكتر. فانا اذا الحكومه لازم الارشاد الزراعي، الارشاد البيطري، لازم الكل يبقى في منظومه شغل متكامله، كل واحد يقول واجب ده كذا، واجب ده كذا، واجب ده كذا، وكل ونقيس كل فتره مدى الامبروفمنت او التقدم في الاداء الواجبي اللي عمله كل واحد. اقول انت كان مطلوب منك 1 2 3 عملت قد ايه؟ عملت 2 وفاضل لك الثالثه قدامك قد كذا. وتتقاس العمليه في خلال التاريخ في المده اللي احنا محددينها، بحيث في اليوم النهائي ده اللي انا محدده كل حاجه بقت مظبوطه ونبدا ننفذ واحنا مطمنين. لان لا يجوز ان انا اقول انا هوقف دي بكره، هوقف دي بعد اسبوع، وانا غير مستعد وما عنديش البديل، حتى البديل الفكري، ما انا بقول لحضرتك وانا غير مستعد، وبالتالي هضطر اتراجع في اللي انا بقوله، وهذا لا يجوز بالظبط. دي هفقد الثقه حتى. برضو بتخش لنا في الحته بتاعه المجازر دي، لازم يعاد النظر في اعداد وطاقات المجازر الموجوده وتوزيعها الجغرافي المحافظات بالنسبه لمراكز الانتاج. يعني انا مثلا ابص في القاهره، عندي في القاهره مجازر تذبح 30 مليون طائر في السنه وانا ما عنديش ولا مزرعه دواجن في القاهره، يبقى والمجازر دي، لان المجازر دي حضرتك لما اتعملت بدون تخطيط صح. احنا عاوزين نكمل الصناعة، الكل في الاول اهتم بانه يوفر الانتاج ويزود الانتاج، وبالتالي حتى الانتاج فعلا موجود، لكن ما كناش عاملين حساب المجازر دي ان اللي هيطلع هيندبح، لان سلوكياتنا او ثقافتنا يعني غير متقبلة الكلام. اذا اعيد توزيع المجازر دي، اشوفها بما يتناسب مع مراكز الانتاج، حتى لو عملت زون اقول مثلا القاهره فيها مجازر وما فيهاش مزارع، اخد الجيزه فيها مزارع ومجازر، القليوبيه فيها مزارع بس ما فيش مجازر على قد، ممكن اخلي الثلاث محافظات دولت سميهم القاهره الكبرى مثلا، يبقى التداول للنقل من هنا لهنا ما بينهم من مجازرهم من مزارعهم للمجازر اللي موجوده فيهم، وابدا بعد كده انظر لبقيه المحافظات. يعاد النظر في توزيع المجازر بما يتفق ومراكز وتوزيعها جغرافيا مع مراكز الانتاج. طب يا دكتور يعني حاجه دخل هو بعيد عن الموضوع. نعم شويه. نعم. ليه اغلب صناعات الدواجن في الوجه البحر ووجه الابن ما فيش صناعات دواجن؟ الوجه البحري، ودي مشكله لان الناس كلها يعني حضرتك تبص لها الوجه البحري، الوجه الابلي كان شديد الحراره، وبرضو الفكر التربيه والتكنولوجيا ما كانش منتشر قوي. النهارده في مشروعات ضخمه جدا في الوجه الابلي، النهارده الحكومه كمان وفرت 9 مناطق في 4 مو لسه هنتكلم عليهم بعد حضرتك، بعد ما حضرتك انت ايه. اذا الوجه البحري كل الناس كانت مركزه في الدلتا، ما بتكلم على فكانت المشكله. بصينا لقينا المزارع، انا كنت بعمل مثلا مزرعه بره البلد بتاعتنا، الزحف السكاني جه الله وصلها، اصبحت انا دلوقتي لازم اطلع اخرج. طب هخرج اروح فين؟ لازم اروح للظهير الصحراوي او اروح لمكان مفيهوش كتلة سكانية فاضي، ويبقى أراعي فيه المسافات اللي بين المزارع والمزرعة التانية أو الأنشطة الداجنة المختلفة. اتركزت في الدلتا لأن طبعا الدلتا هي اللي فيها المحافظات الكبيرة، فيها التعداد السكاني الكبير المستهلك الكتير والفلوس والمواصلات لكن النهاردة طبعا
ما عادش في فرق. النهارده الصعيد ما شاء الله في بومنج في التطور فيه، النهارده في سيناء، في اصبحت البلد مفتوحه وكلها بتتمتع وشبكة المواصلات ربطتها، وكلها بتتمتع النهارده بشبكه طرق وكباري غير مسبوقه. ده برضو لصالح التاجر، لصالح كل حاجه، صالح الصناعه والتجاره والزراعه وكل حاجه. بالظبط. نعم. فانا ودي التركيز في الدلتا ده احنا عانينا منه، وكان احد الاسباب الرئيسيه في نقل وفي نشر عدوى الاصابه في تدهور الصناعي الى وقت ما يعني. بالظبط كده. وده اللي خلانا نقول يا حكومه احنا عاوزين نخرج من الزحمه دي، واخد بالك؟ وبالتالي بدانا نخرج فعلا، ندور على حتت فاضيه في الصحراء، في بني سويف، في المنيا، في اي حته تكون بعيده متطرفه، بعيده عن الكتله السكانيه، بتوفر الامن والامان الحيوي، تقدر توفر الامن والامان الحيوي بالقدر الكافي لمزرعتك. النهارده الحكومه كمان بدات تقول لك ايه، طب تعال انت عاوز صحراء ادي لك صحراء، في محافظات ما اقدرش اتوسع فيها، يعني الغربيه ما لهاش غير صحراء، ولا المنوفيه، الاهليه ما لهاش غير صحراء، المنوفيه نفس الحكايه. طب وانت عاوز تخرج من المناطق الدلتا دي، قال لك تعالى بقى انا ادي لك، في عندي انا، وفي عندي الاقصر، وفي عندي سينا، وفي عندي الوادي الجديد، ادي اربع محافظات، شمال سينا والوادي الجديد. طيب وحوفر لك مناطق هناك، واخد بال حضرتك، حط فيها المشاريع بتاعتك، عملوا 9 مناطق هناك ما شاء الله، وتعال واشتغل. بس هدخل على حضرتك في ايه؟ نعم. هتحصل هنا مشكله بقى يعني حضرتك برضه ايه؟ انت عايزك من ضمن العلماء الكبار. نعم. وانا طبعا يعني انا لما اروح مثلا هنا ولا اروح اسوان ولا بتاع، في هنا فروق يعني زي ما حضرتك احنا نقصنا عيوب الدلتا، لان عيوب الدلتا مثلا يعني فيها ميزات وفيها عيوب. طبعا الميزات اللي في الدلتا قريبه من الحضر وقريبه من كذا وكذا والمواصلات والطاقه وكذا، لما هروح هنا مثلا، هنا المشروع مثلا ولا اسيوط ولا بتاع، التعداد بتاعه قليل، المسافات بعيده، تكلفه الطاقه يعني واخد بالك الطاقه دلوقتي عليت. ما هي الطاقه في كل مصر شارعها واحد. لا لا يعني النقل، قصدي طاقه النقل. لو انا طاقه النقل النهارده وجود الطرق والكباري بيسهل عمليه النقل. ماشي هيسهل، بس توفرت الوفره نفسها. انا دلوقتي بتكلم مع معاليك وفي دماغي مين؟ المستهلك. اللي هو انا يعني كل ما تبعد مسافه لو زادت نيجي بقى نيجي نبص في الحته دي. بالظبط. نيجي نبص لناحيه ثانيه، يبقى احنا اتفقنا الاول ان احنا هنخرج من الدلتا، دلتا النيل، للمناطق الصحراويه او الاماكن البعيده عن الكتله السكانيه. تمام. حضرتك انت مش عاوزني كده وبس، ده انت عاوز سلع رخيصه. بالظبط. يعني انا هروح هناك وحضرتك هتوفر لي الطرق والكباري اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي، وانا هم المستهلك، انا في النهايه عايز ابيع لك سلعه رخيصه. بالظبط. طب ابيع لك سلعه رخيصه ازاي؟ ابص ايه التكلفه بتاعتي، ما انا عايزها بتيجي منين. بالظبط. لو عرفنا عناصر التكاليف نقدر نلعب فيها، او اللي اقدر العب فيه ايه عشان اقلل لك من التكلفة. نوفر المستهلك اللي هو حاجه. بص، تكلفه كيلو الفراخ النهارده على باب المزرعه في المزارع الجيده اللي بتربي تربيه جيده لا تقل عن 22 الى 23 جنيه للكيلو. للكيلو قايم حي في المزرعه، في المزرعه على باب المزرعه. يعني انت حضرتك عاوز تشتري مني 1000 طائر اكثر او اقل او اكبر، هقول لك تكلفتي 22 ونص 23، ما تقلش عن كده. مكسبك ولا من غير مكسبك؟ انا بقول لحضرتك التكلفه فقط، تكلفه فقط، ما كسبتش حاجه. بص جايه منين ال 22 جنيه دول للكيلو؟ فضل. الفرخه بتاكل 3 كيلو علف. 3 كيلو الكيلو ب 7 جنيه يبقى 21 ادي 21 جنيه للفرخة. الفرخة الفرخة 1.7 كيلو مثلا، مفيش عمالة او 1.6 كده، مفيش عمالة ولا مفيش اي حاجة. بدي طاقة كهرباء وغاز 18% من التكلفة، 18% من التكلفة طاقة، الطاقة اللي هي المقصود بيها كهرباء، المحروقات محروقات زيوت الكلام ده.
بدي 12% من التكلفة عبارة عن أدوية ولقاحات ومطهرات وكذا. بدي 7% تقريبا عمالة وإهلاكات والكلام ده كله. الأكل لوحده بيمثل حوالي 50% من جملة التكلفة. من القيمة الإجمالية للفرخ. من القيمة الإجمالية لتكلفة الفرخ. يعني الفرخة الكيلو ونص مثلا، خلينا نقول كيلو ونص، بتكلف لها في حدود 35 جنيه. الكيلو ونص. 36 كيلو 6 من 10 كده، في حدود يعني. في الحدود دي. نص التكلفة دي جاية من الأكل. إذا الأكل 50% من التكلفة. أدي واحدة. هل أقدر أوفر فيه؟ لا. أقدر أوفر بطريقة. إزاي بقى كده؟ إزاي؟ لو أنا قللت كمية الأكل اللي بتاكلها الفرخة وتديني نفس الوزن يبقى خير وبركة. طب إزاي؟ إزاي؟ أقلل النافق. أنت النهاردة لو عندك 1000 فرخة هياكلوا 3000 في 3 يبقى 3000 كيلو. لو الألف فرخة دولي مثلا مات منهم 10 معايا، يبقى 900 فرخة كانوا 3000 كيلو. بالظبط. طيب لو ما ماتش غير 50 يبقى 950 كيلو يبقى معنى كده ان كمية الفرخة قلت بالنسبة للي عايش عندك. وبالتالي تكلفة العلف هتقل. ادي واحدة. الواحدة التانية ودي الاهم، ان انا الذرة الواحدة الذرة الصفراء بيدخل في العلف بنسبة 65%. نسبة كبيرة قوي. نسبة كبيرة. انا بستورده من بره وانا عندي الذرة بتاعي احسن من المستورد من بره بكتير ككواليتي كنوعية. طب ايه المانع ان ياخد؟ يبقى انا مع الفلاح يبقى في تعاقد، في زراعه تعاقديه مع الفلاحين. ما احنا عاملين زراعه تعاقديه. لم نوفق فيها حتى. لسه ما نفذناهاش. لم نوفق فيها حتى. ما اتفقناش. ما اتفقناش. مش عارفين نتفق. واخد بقى حضرتك؟ لكن اعتقد ان احنا سونر اور ليتر لابد ان لابد يكون في زراعه تعاقديه. وانا بشوفها انها ضروريه ما بين الفلاح اللي هو بيزرع والمربي اللي هو المنتج، ولابد يكون في طرف ثالث في النص سيادي حكومي يضمن للطرفين، يوفق بين الاثنين ويضمن لكل طرف حقه. ما بقول لك العقد الثلاثي. بالظبط كده. العقد الثلاثي لابد يكون في النص جهه سياديه حكوميه، بنك، واخد بال حضرتك، زي كده مثلا، ويضمن لجميع الاطراف حقه. طب حضرتك هقطع حضرتك ايه؟ على اساس انا ما استوردش ال 65% يكفيني زراعه الذره صفراء قد ايه واعمل الزراعه التعاقديه؟ لا انا ما اقدرش اوفي احتياجاتي كلها من داخل بلدي من الذره الصفراء. ليه؟ انا بحتاج في حدود من 7 إلى 8 مليون طن، وهتزيد السنين اللي جايه مع التوسع. مع التوسع انا كل المساحه اللي بزرعها 2.5 مثلا مع ال 2.5 مليون فدان، 2.5 مليون فدان في 3 ادي حوالي 6 7.5، ومنهم ذره بيضاء 2 مليون فدان. بالظبط. الغالبيه للذره البيضاء. بالظبط. فاذا انا كذره صفراء الذره البيضاء تنفع. لكن احنا من طبعا هي نفس القيمه الغذائيه، لكن اللون اللي حضرتك بتحبه في البيضاء صفار البيضاء بيتاثر بلون الذره. معقوله؟ طبعا. الجلد بيبهت عليه. الجلد لازم برضو يبقى فيه نوع من ما يبقاش ابيض كده يعني. شكله مش ظريف. لازم في حته الصفار البسيطه دي. المهم يعني دي ممكن صحيح تتعوض، لكن انا بتكلم بصفه عامه ان احنا وعندنا مساحات اخرى من الاراضي، بس انا عندي محاصيل تانية استراتيجيه مطلوبه. عايز ازرع قمح وعايز ازرع سكر وعايز ازرع ذره. بالظبط. فانا مساحاتي محدوده، لكن انا بقول ايه، اقلل الفجوة. من الفجوه واقلل من الاستيراد واوفر العمله الصعبه. وانا لما بستهلك الذره بتاعي، الذره بتاعي ككواليتي احسن من الذره اللي بيجي. ازاي؟ الذره بتاعي دايما درجه اولى ممتاز، اللي بيجي من بره يا تانية يا تالتة، درجة تانية يا تالتة. وبضطر
اضيف عليه بعض الاضافات اعالجه هنا عشان اعالجه او احسن من هضمه عند الامعاء بتاعه الطيور. اذا التكلفه في الحته دي مهمه. اجي بقى للطاقه. طب الطاقه 18% كتير. انا عاوز اطلع فرخه للمستهلك رخيصه. لما انت ال 18% دي شيل نصها للمزارع بس. للمزارع يعني قصدك لازم ندعم المزارع. ندعم المزارع من لصالح ناحيه المستهلك. الطاقه لصالح المستهلك. لانك انت لما هتشل الطاقه دي ال 18% هتخليها لي 10% 12% ال 6% دول هيبانوا. هيبانوا عليا انا. وهيبانوا على هينطبعوا على المستهلك. ادي واحده. اذا اقدر ادعم هذه الصناعه من الناحيه دي. وانا قايم بدور المستهلك قدام سيادتك. حاجه ناحيه ثانيه مهمه. انا بصرف 12% ادويه ولقاحات. وعندي نسب نفوق عاليه جدا. ممكن تصل في بعض الاحيان في الشتاء لاكثر من 20%. كتير قوي. فده بيعتبر رقم عالي. عالي جدا. لو انا قدرت اعيد النظر في منظومه الادويه واللقاحات، مش عايز افسر اكتر من كده عشان ما اخشش في تخصص مش بتاعي. لو قدرنا ان احنا نعيد النظر في هذه المنظومه، انا متاكد ان ال 12 دي ممكن ننزلها ل 5% او 6%. وده يبقى وفر في التكلفه والعمر الصعب لحساب المستهلك. وفي العمر الصعب احنا بنستورد بالمليارات من الادويه واللقاحات. دي نقط اساسيه. النهارده بيجيب عليا كمان ضرائب عقاريه. يعني انا عامل النهارده عنبر اربي فيه فراخ للمستهلك، عاوز ياخد على المبنى بتاع العنبر فلوس. ليه؟ بيعتبره مبنى مباني. وعاوز ياخد على الارض المساحات الفاضيه اللي لازم اسيبها، لازم كنوع من الوقايه والامن والامان للصناعه، لازم اسيب مسافه بينه وبين العنبر الثاني او بينه وبين المزرعه الثانيه. هذه المسافه عاوز يحسبها عليا. طب تحسبها ازاي عليا؟ ما انا لو بنيت فيها انا مش عارف اربي، كل اللي بربيه ده هيروح ويضيع. فدي مساحه وقائيه لانتاج، لضمان انتاج جيد انا غير مستغل ليها، ما بستغلهاش في حاجه فاضيه. خد بالك. فدي يجب برضو ان احنا نعيد النظر في الضرائب العقاريه. انا اعتقد الحكومه يعني بامانه بلا اي حاجه بتعمل حاجات كتيره جدا الايام دي لصالح البلد ككل. بالظبط. واحنا كصناعه مستفيدين من هذه المصلحه، زائد ان احنا بنطلب منها تبص لنا في ايه بقى. واحد، تنجحنا في الزراعه التعاقديه. تمام. اثنين، تعيد النظر في تكلفه الطاقه والكهرباء والسولار بالنسبه لمزارع الدواجن والانشطه الداجنه، المعمل التفريخ، المجازر، مصانع العلف، الكلام ده. ثلاثة، منظومة الأدوية واللقاحات البيطرية واستيرادها واستخداماتها وتداولها وتخزينها يجب إعادة النظر فيها لضمان نجاحها. والتوسع بقى الأفقي عن طريق الأراضي، ده توسع أفقي اللي هتديها لنا أو الحكومة بدأت فعلا، اللي هي ست مناطق بالظبط، اللي هي تسع مناطق في أربع محافظات، وفي غيرها على فكرة جاي، في كتير غيرها. يعني النقطة المهمة بقى كمان أحب يعني أسرها، في الزحمة دي يجب ألا ننسى المربي الصغير اللي هو على قد حاله، اللي هو أساس هذه الصناعة. يا إما أجمعهم في تكتلات كبيره، لان يا اما اذا خرج ما الانتاج هيقل، يبدا السعر يزيد. بالظبط. لو خرج من المنظومه، ولو خرج من المنظومه هو بيمثل نسبه كبيره من المنظومه النهارده. يجب ان احنا نعيد النظر في الناس الصغيره دي، يا اما الشركات الكبيره تحتويها، يا اما هم يعملوا تكتلات من خلال التعاونيات. واحنا عندنا على فكره جهاز التعاون عندنا قوي جدا. ممتاز. ان احنا يعني نوصلهم في هذا الموضوع. انا اعتقد كده يعني انا تحصل. لا لا، في نقطة حضرتك، انا يعني حضرتك احنا اتكلمنا مع سيادتك فيها وما خدتش الاجابة اللي هي
المزارع اللي اتهجمت عليها اللي هي المزارع اللي في الدلتا واغلب الناس دي فقيره يعني خلي بقى يعني كل راس ماله اللي عمله سافر بره المزرعه دي او العنبر ده اللي عمله على قد حاله ازاي نساعد الناس دي احنا برضه ما هنخصوش على الناس دي طبعا. لازم نساعدها طبعا نساعدها ازاي انا زي ما قلت لحضرتك الناس دي حاجه من الاثنين يا تستمر في النشاط في غير المكان ممكن كده من هطلعه ما انا هقول لحضرتك استمر النشاط في غير المكان يا اما هتخرج بالظبط خرجت انا مش عايزها تخرج لان دي مهنته بقى لها سنين وايام خساره عليا الانتاج بتاعها هيقل طيب الناس دي لابد اوفر لها المساحات الكافيه المرفقه يعني ايه مرفقه يعني فيها المرافق يعني انا بقول له تعالى هو بقى له في ميت غمر ولا في طنطا ولا هنا ولا هنا بقى له 30 سنه هقول له اقفل عشان انت جايب عدوى للناس تعالى هدي لك في الطريق الصحراوي ادي له في الطريق والراجل هيجي بس بشرط لازم تبين له كرامات هقول له ادي السكه اللي هتوصلك هوفر لك كهرباء لحد باب المزرعه هقول لك الميه تحفر هنا بير وما تحفرش هنا هودي لك الاتصالات انا بعمل لك شبكه طرق يعني اذا اساعده في المرافق هذه المرافق كمان الكلام ده كويس ما انا هقول لحضرتك هكمل المرافق دي انا لما اعملها الواحد واثنين وثلاثه واربعه هشغل شركات مقاولات تشتغل فيها اثنين انا هحاسبك عليها كمربي يعني انا مش هعملها ببلاش اخد منك بعدين اقسطها لغايه ما توقف على لحد ما توقف على رجلك بس هيبقى اسمي انت طالع من هنا وسايب عنبرك بتشتغل فيه بقالك 20 سنه لمكان تاني متوفر لك فيه كل المرافق او معظمها واخد بال حضرتك وتشتغل تاني اما حضرتك ما في حته برضه حته سيادتك ان انا مثلا دلوقتي الدلتا المتر مثلا فيها ب 30,000 جنيه نعم انا عندي المزرعه فدانيه ماشي خلي حضرتك انا هطلعك من ده هتشتري مني الارض دي لصالح الدوله ولا ايه؟ يعني لا انا مش هشتريها ده هو لو باعها احسن من ان انا اشتريها منه ما انا بتكلم على كده يعني انا النهارده لو عندي فدانين زي ما حضرتك بتقول في الدلتا النهارده وهقول لك يا تقفل يا تطلع الصحراء هتقول لي هقفل انت هتقفل وهتبيع الارض دي بالشيء الفلاني يعني هتجيب لك مبالغ ضخمه جدا واخد بالك اذا حتى اذا كانت ارض زراعيه او ارض مباني هتجيب لك مبالغ ضخمه ما احنا عايزين نساعد الناس دي لكن قروض ما انا اساعدك ازاي ان انا بقول لك تعالى انقل بر في المناطق دي وهدي لك قروض ميسره في قروض ميسره في على فكره عندنا برامج اوروبيه وبرامج في البنوك وبرامج في الضمان في مؤسسه الضمان وفي البنوك الزراعيه برامج سوفت لونز او القروض الميسره كتير جدا وفي البنك الاهلي خدمه 5% ومش عارف الاسدب او الاي دي بي 7-8% في قروض ميسره كتير جدا انا بدي لك قرض ميسر وادي لك المكان مرفق واخد بال حضرتك واخد منك فلوسه بعدين ما احنا عم نتكلم احنا دلوقتي الصناعه دي ككل يا سياده الدكتور بتعود احنا بنتكلم كلنا على اساس ان انا منظومه واحده وبتعلي عليا متسهل تمام يعني انا لما المواطن اللي زينا مثلا يلاقي حاجه رخيصه ما بيشكر الحكومه الاول طبعا ما يعني مع احترام لا لا طبعا انا بشكر الحكومه واحنا كقطاع خاص لما الحكومه تعمل لي الطرق اللي بتعملها دي والكباري اللي بتعملها دي وتقول لي انا هوفر لك الكهرباء هنا وهرخص لك الكهرباء شويه عشان تشتغل وهشيل من عليك الضرائب العقاريه عشان تشتغل ما ده اضرب الحكومه العظيم سلام والمستهلك قبل مني لانه هيحس بان انا نزلت له في السعر لان تكلفتي قلت فمش معقوله تكلفتي هتقل وانا هاخد الفرق ده احطه في جيبي لابد المستهلك هيستفيد بيه عامة احنا سعدنا بسيادتك ربنا يخليك وسعدنا بمعلومات حضرتك وبنقدم لك الشكر على صداقتك وبنتمنى لمصر شكرا دوام الرخاء والسخاء ونتمنى لك على المستوى الشخصي الصحة والعافية نتمنى لشركات القطاع الخاص انها تنهض وعندما تنهض شركات القطاع الخاص فمصر كلها بتنهض لانها منظومة واحدة طبعا وبعد كده بنقول لسيادتك كل سنة وانت طيب ومتشكرين جدا شكرا جزيلا شكرا جزيلا كتر خيرك وفي النهايه بنشكر زملائنا من طاقم الاعداد والاخراج وهذا هو اسكندر احمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.